راني طالب منكم كاملين اي حد منكم شاف البث يحاول يبارطاجي، جزاكم الله خيرا. للي خالق للركاب الموريتانيين مطار تونس الان مد فيها المرضى وفيها الحجاج وقاطعين بياتهم، وانا نتكلم لكم عن شيء شخصي عايش، وانا عندي طفيله اختي صغيره الحمد لله لها شيء نداويها في تونس، حامد ويانا معها تشبه وتعافات من الساعه الخامسه في المطار، ما كانت شيء ولا شربت وعاقب لها الدواء وعاقب لها ترتما، هي ومعها شوابين مرضى ومعاهم الكهلات في مطار تونس محصورين في المطار، ما لا حول ولا قوه، شمل الخلق في مطار دولي مقفول عليهم، دولتهم ما هي مهمه عندهم، دولتهم ما هم مهمين عندها ولا هم ماركينهم في شيء. هذا ما هو شغله ولا هو شغله مؤسسه، ويقولون موريتانيا الطيران، هذه موريتانيا للخزو والويل. مد من الساعة الخامسة في المطار إلى حد الساعة، مي اللي قاطعين عليها بياتهم خالصين عليها حيوانهم زاردتهم في المطار، لا وكيل ولا شراب يتعاصروا فيهم الشوابين اللي منهم كان يصفي ومنهم كان يداوي ومنهم عنده تريتما، ما هو جابر شي ياكلوا ولا شي يشربوا ولا سكن ولا عصير وكدكد فيهم الويل. هذا ما هو ما تعدلوا دولة محترمة ولا مؤسسة تابعة لدولة محترمة لأي مواطن موريتاني. فراح يعود معدل المواطنين مزرقة في تونس من الساعة الخامسة الدحميس، من الساعة الخامسة قبلوهم. أنا عندي فيديوهات الآن هم ممتنين يقدروا ينتشروا من السينكير يعني عاد ديزر زايد، طلعوهم في الطائرة ومضوا ساعة و45 دقيقة قافلين عليهم الطائرة طافية ما فيها كليماتيزير، قابلنا الشمشيات تشيلوا بيهم. هذا ما هو اسلوب ولا هو شيء مهم ولا شيء عدل الانسان. انا قلت لكم ان في طفيله اختي انا صغيره الحمد لله على نعم مولانا كانت في تونس تداوى وريزرفيت لها جابر لي نهارات الريزرفاسيون جبرتها لها امس ومشيت لها بيتها جات سنكر المطار تيشرت خلاقة عاقبة تداوى لها اموال زايده هي في العلاج وفي الدواء من الخامسه تيشرت خلاقه في الخامسه ما معاها ابوها ولا معاها امها ولا معاها حد، كانوا معاها هاديه حتى هاديه فهم ما هم قادرين، كانت معاها عمه عندها ما هم قادرين يلحقوها بيديه في مطار، قالوا لهم عندني حد منكم يوخر بيته تخسر ديجا فات عدد فورماليتي كامله ودخلت معاها الشيبانيات قالت لي انا نتكلم معاها ومعاها الكهوله والكهلات ومعاها الناس المرضى ومعاها الحجاج اللي من يامس مازالوهم. هذا ما هو اسلوب تزداحل الاعلام ونحن عندنا ما عندكم شيء، هذا ما هو اسلوب ولا هو شيء مارق في شيء ولا هو شيء صالح، هذا ما هو شيء يرضى الشرع ولا الدين ولا الاخلاق. ما انا ما تكلمت موني حتى انا نتكلم معلومات اكيد، ما نتكلم منه شيء رادوا علي رجاج، انه شيء انا عشته انا بنفسي، انا من الساعه الخامسه واعي لحد الساعه مست واعي. التيشيرت عندنا ما نعرف شلون واسو لو تلم حتى لو تلم، قال لهم اي حد خاض فات عدد الفورماليتي بيته تخسر. هذا ما هو شيء، ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو حياته له اسلوب. هذا لا ما يعرف رئيس الجمهورية، هذا يعرف رئيس الجمهورية يتحرك فيه، يعرف وزير الخارجية يتحرك فيه، وزير الداخلية يتحرك فيه. وزير النقل يتحرك فيه، الوزراء الكراطين ما هو مارقين في شيء، هذا ما هو مسؤول ولا هو محترم. انت انسان قاعد كان مريض داو في تونس جيت وحصرته في مطار مثلا مرة فيها تراسيون داسين قبيل في الطائرة عادي واخذوها مقفوع عليهم بطة من اونزر نيعات من وزايدة ما في كلمات زير والظلمة ابري قضوهم قالوا نحن الطائرة فيها خلل. هذا ما هو اسلوب ولا هو شيء ينفع، هذا كذا نوع من الامور حد عدلوا لا يحجني اللي خلقنا في لاس بالماس وخلق قد خلق في لاس بالماس فاتوا ركبوا الطائره وعصروا فيهم ساعتين ولا هذا. يا الناس تحاولوا انفسكم يا وزاره يا مي استحوا عودوا استحوا يا مي. ما هو اسلوب ولا هو شيء، طالب منكم كاملين اي انسان كان راهو كان تروح نروح خزو السجون. المسألة طالبين منكم كاملين تبارتاجوا البث وطالبين من السلطات العليا ومن رئيس الجمهورية ومن وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير النقل على أنه يتدخل في المسألة، مدير مي قوموا عا تا
الناس بخلص لك فوت هيك توصل هلا بسلام، ما تمشي تريقد وتخلي الناس محصوره في مطار قرطاج الدولي. العلايات اللي فيهم تنسيون وفيهم ضغط والناس المرضى والشوابين راهم معصورين في مطار قرطاج الدولي من الساعه الخامسه، ما هو شي ياكلوه ولا شي يشربوه. متعاصر يفصل هذا يكسح يا وزراء موريتانيا، كسحتونا في الخارج وكسحتونا هون. لا كيف وزير الصرف الصحي قبيله، الله وصي وزير الصرف الصحي ووزيراش ذي قبيله واقف مدي ما يكسح، ومصور قبيله بزر المقر في تفرق زينه وفس الصوره العام الماضي. سيد احمد ما قاسوا لوتل، لوتل قاسوه لا الرجاله، العلايات ما حلقوا راهم في المطار، الرجاله هم اللي قاسوا لوتل. هذا شيء كسح. طالما كنت كامل تبارتاج البث، المواطنين الموريتانيين راهم في مطار قرطاج معصورين، قاطعين بياتهم مجوبين الساعة الخامسة، ومن الخامسة هم معصورين لحد الساعة، ما هم واكلين شيء ولا هم شاربين وخالين وخالية خدمتهم، هذا ما يتواسى، هذا ما ينفع الناس. هذا راكم يحشم ولا ينفع وشوين. انا بعد قلت له ان توخل قاعد يعمل بيه تخسر، تم ماشي البيه راهي تخسر ما هي مهمه، وقايل جميع السوابين فما واخوهم بيات واخو تمرض لكم بياتكم، ما لكم تبوا المواطنين تعصرون في المطار وعم تقولوا حد منكم خا لا تخسر بيتو، تخسر بيتو اللي يعطيكم حذر الدرجه وبياتكم انا بعد نقول لكم يا اختي دور ما خلاكم من المطار وبيته والله انكم تقذفوه دور تحت تقذفوه، ولو انكم عندها قدام ما يسكن في مسبوع دور تقذفها. الشوابين جايين من الحج راهم زرقة في تونس، لهم نهارات في مطار تونس، لهم اسبوع مقفول، الحجاج قاطعين بياتهم مي، لهم اسبوع، في واحدة لهم اسبوع مساكنين. حين نطلعك سيدي احمد. لا امبوسيبل ما عرفت مشكلته شنو ما بيطلع. ما طلعت تستاهل؟ ما انا قاعد تطلع. اذا جميع الركاب الموريتانيين اللي في تونس لا تعب عليكم مي الفيافي، قيموا لعدتوا سامعيني حالا، قيموا واخو ورجعوا لزوتر في الدشره، والله قيسوا هذيكم ردوا عليكم، لا تنحبسوا المطار، ومي ما مجمل فيها تردكم بياتكم. ما هي مجمله فيها. انا ما افتح بس انت في مطار تقول لي نوخه تخسر بيتي. يعطيكم الوضع راجم عند ويا شويرك شويرك الخزو والوي عليكم لعنه الله عليكم والله ما تستحقون. مده شويركاتها فاضحتها في العالم كامل. يعطيكم الخزو.